أخبار مغربية وعالمية، معلومات غريبة وعجيبة، كل هذا تجدونه على قناة أخبار ومعلومات يومية. لا تبخلوا علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات. شكرا على المتابعة. من يكون الطبيب الذي أطلق النار على شباب متهورين بأغادير؟ علمت أغادير 24 من مصادر مطلعة أن طبيب الأسنان الذي تورط مساء يوم أمس الاثنين 3 ماي الجاري في عملية إطلاق النار العشوائي بحي صنابة بأغادير، سبق له أن اشتغل كطبيب عسكري قطاع الدرك الملكي خلال بداية مشواره المهني. وأضافت مصادر الجريدة أن الطبيب الأربعيني فضل مؤخرا الاستقرار بمدينة أغادير قادما إليها من مدينة بني ملال، حيث قام بإحداث عيادة طبية لجراحة الأسنان بأحد أحياء المدينة. ذات المصادر أوضحت أن الطبيب الموقوف حاصل على مجموعة من الدبلومات الهامة بكل من المغرب وفرنسا وإيطاليا، حيث يعتبر من أشهر الأطباء في تخصصه. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أغادير قد فتحت مساء أمس الاثنين بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء اليوم الاثنين لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على إطلاق عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر.